السلام عليكم الإخوان والأخوات. في هذا الفيديو سنتعرف على ما هو المقصود على بعد، على مسافة، على امتداد، على طول. هذه العلامة الصغيرة اللي ما فيهاش الأسهم تتسمى على بعد، يعني هذه البلاكة الصغيرة تتسمى على بعد 200 متر. هذه البلاكة الصغيرة اللي فيها الأسهم والرقم تتسمى إما على مسافة أو على امتداد أو على طول، يعني الثلاثة ديال الأسماء عندهم نفس المعنى. نحن خارج المدينة ووجدنا هذه العلامة، فالخطر هنا ما غاديش يكون على بعد 150 متر، غادي يكون على بعد 200 متر، حيت هذيك البلاكة الصغيرة اللي كاينة لتحت لغات لينا المسافة المعتادة خارج المدينة واللي هي 150 متر. يعني غنلقى هذه العلامة وغنقطع مسافة ديال 200 متر، عاد غادي نلقى خطر تساقط الأحجار. هذه علامة خطر ونحن خارج المدينة، إذن سنجد الخطر على بعد 150 مترا، لكن هذا الخطر أي تساقط الأحجار سيبقى ممتدا على مسافة 100 متر، يعني هذه 100 متر كلها فيها خطر تساقط الأحجار. يعني غنلقى هذه العلامة، غنقطع 150 مترا، غنلقى خطر تساقط الأحجار، هذا الخطر غيكون على مسافة 100 متر. هذه علامة وضعية، يعني المنع كيبدأ من عند العلامة، لكن في هذه الحالة المنع ما غيبداش من عند العلامة حتى نقطع مسافة 200 متر. يعني غنمشي مسافة 200 متر عاد غيولي ممنوع عليا نستعمل المنبه الصوتي. يعني غنلقى هذه العلامة وغنقطع مسافة ديال 200 متر، عاد غيولي ممنوع عليا نستعمل المنبه الصوتي أي الكلاكسون. هذه علامة وضعية، يعني المنع كيبدا من عند العلامة وغيمتد على مسافة 100 متر، بمعنى 100 متر من وراء العلامة كلها ممنوع فيها استعمال المنبه الصوتي. يعني غنلقى هذه العلامة وغيبقى ممنوع ليا نستعمل الكلاكسون على طول 100 متر، يعني 100 متر من وراء العلامة كلها ممنوع فيها استعمال المنبه الصوتي. ممنوع الدوبلاج بدا من عند العلامة وغيبقى ممنوع حتى نقطع 100 متر، من بعد ما غيبقاش ممنوع ليا. يعني غنلقى علامة المنع قدامي و 100 متر من وراء هاد العلامة كلها ممنوع فيها الدوبلاج، يعني من بعد 100 متر ممكن ليا ندوبل. هذه علامة وضعية، يعني المنع كيبدا من عند العلامة، لكن في هاد الحالة ما غيبدا المنع حتى نقطع مسافة 200 متر، من بعد غيولي التجاوز ممنوع. يعني غادي نلقى هاد العلامة وغنقطع مسافة 200 متر، عاد غيولي ممنوع عليا التجاوز، يعني هذيك المسافة ديال 200 متر مسموح فيها بالتجاوز، يعني التجاوز غيصبح ممنوع بعد مسافة 200 متر. هذه علامات خطر، عادة في خارج المدينة غنلقاو الخطر على بعد 150 متر من العلامة، لكن في هذه الحالة الخطر غيكون من بعد العلامة ب 200 متر. يعني غنلقى العلامة وغنقطع 200 متر وراها عاد غادي نلقى الخطر. يعني غنلقى العلامة غنقطع 200 متر ما غنلقى فيها حتى شي خطر، من بعد هاد 200 متر غنلقى خطر مرور حيوانات متوحشة. هذه علامة خطر كذلك، وانا خارج المدينة غنلقى الخطر على بعد 150 متر من العلامة، نعم، لكن هذا الخطر غيمتد على مسافة 100 متر، يعني هذيك 100 متر كلها خطيرة، بمعنى غنلقى علامة الخطر، غنقطع مسافة 150 متر ما فيها حتى شي خطر، من بعد هاد 150 متر غنلقى واحد الخطر ديال مرور حيوانات متوحشة كيمتد على مسافة 100 متر.